السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. نحن معكم في لقاء جديد لهذا اليوم، مزيد من الأخبار نتابعها مع حضراتكم وعدد مهم من التغطيات والفعاليات في هذا اليوم وفي كل يوم من الأحد إلى الخميس ضمن جلسة الأعمال اليومية التي نرافقكم من خلالها. يسرنا لهذا اليوم أن نرحب بضيوفنا. معنا في الاستوديو لهذا الصباح سيد أحمد عقل، محلل أسواق المالية. صباح الخير أحمد، أهلا بك معنا اليوم. ونرحب أيضا بضيفنا من بورصة قطر سيد أحمد الفضلي، صحفي في جريدة لوسيل الاقتصادية. صباح الخير أحمد معنا من بورصة قطر، وسنتابع معك بكل تأكيد عدد مهم من المتابعات المتعلقة بالمؤشر، خاصة وأننا ضمن موسم إعلانات النتائج المالية، وذلك عن فترة الربع الثالث من عام 2019، ومعنا نتائج مالية لعدد من الشركات سنتابعها مع حضراتكم لهذا اليوم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكما اعتدنا بأهم أخبارنا على الصعيد المحلي، وتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. تحتفل دولة قطر اليوم الأربعاء ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية. يشارك في الاحتفالية السيد موسى أمر نائب المدير العام للعمليات الميدانية والشركات بمنظمة العمل الدولية، والسيد ماثياس توماس نائب الأمين العام في المنظمة الدولية لأصحاب العمل، والسيد مامادو دويلو نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، بالإضافة إلى المختصين في هذا المجال وضيوف الوزارة من سلطنة عمان والمملكة المغربية. تأتي هذه المشاركة مشاهدينا للتأكيد على الدور المشترك بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال وضع معايير وسياسات العمل والبرامج والمشاريع المشتركة في مجال العمل. في موضوع آخر، أكدت دولة قطر أن إحراز تقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المرحلة القادمة يتطلب تعزيز الشراكة العالمية. جدد السيد تميم خالد المنصوري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة 74 للجمعيات العامة للأمم المتحدة في بيان الدولة الذي ألقاه أمام اللجنة الثانية المعنية بالتنمية المستدامة، جدد التزام قطر الدائم بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة. ولفت إلى أن رؤية قطر الوطنية حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية، ووضعت التنمية في صلب أولوياتها. أحمد، تعليق سريع على التزام قطر أمام المجتمع الدولي. موضوع التنمية المستدامة موضوع كبير، ربما هنا لدينا نقطتين مهمتين، هما التطبيق على أرض الواقع المحلي والالتزام نحو المجتمع الدولي. التوازن بين هاتين النقطتين إلى أين يمكن أن يصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا إليك. لا شك أنه خلال الفترة الأخيرة هاجس مهم عم بتواجهه جميع الدول هو موضوع الاستدامة بشكل عام، بموضوع التنمية وبموضوع النمو وبموضوع تحقيق الأهداف وغيره. وبالتالي الهدف ليس فقط الوصول إلى القمة أو النجاح، ولكن المحافظة على هذه القمة أو هذا النجاح لفترات طويلة، وبالتالي هيدا بيكون بيئة إذا بدك جاذبة للأعمال. اليوم وجود طفرة معينة بأي دولة على مستوى نمو اقتصادي، إذا بدنا نحكي على مستوى أي موضوع بالتنمية، قد يكون مهم جدا، ولكن وجوده لفترة وحيدة أو لفترة قصيرة ممكن يكون عامل غير جاذب للاستثمار. هذا النمو وهذه الطفرات الاقتصادية وهذا العمل المستدام يفتح الباب أمام مستثمرين طويلي الأجل للدخول بمزيد من الثقة والطمأنينة إلى هذه المجتمعات الاقتصادية أو الاجتماعية. بكل الأحوال قطر كانت رائدة بهذا الموضوع، شفنا منذ العام 2003 تقريبا 2004 بدأت مسيرة قطر بالنمو بشكل قوي، وما زالت حتى اليوم 16 عاما حققت خلال قطر مستويات نمو قوية. حتى إذا بنقلب الموضوع بنشوفه على مستوى الشركات الموجودة ببورصة قطر، بنشوف الشركات الكبرى على مستوى كيو أم بي، على مستوى المصرف، على مستوى شركة مخازن، على مستوى شركة ناقلات، كل هذه الشركات استطاعت أيضا أن تحافظ على نسب نمو متميزة من 5-10% خلال الفترات الطويلة. موضوع الاستدامة هو الهاجس الذي يواجه الجميع. دولة قطر قامت ببناء خطط ورؤى، يعني عندنا اليوم 2022، طب ما بعد 2022 عندنا رؤية قطر 2030، في عندنا مشاريع كبرى من المتوقع
طرحها لاحقا. في عنا أيضا رؤية اقتصادية وتنويع لمصادر دخل. في عنا أيضا اعتماد على مصادر دخل جديدة بعيدا عن النفط وعن الغاز وتقليل هذه النسبة بالموازنة العامة. نعم مشاهدينا، في موضوع آخر ناقش سعادة الشيخ عبد الله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال محاضرة ألقاها في جامعة كارنيجي ميلون، ناقش استراتيجية دولة قطر لتعزيز النمو التكنولوجيا المالية فاينتك في القطاع المصرفي الوطني. وعدد سعادته القوى التي تؤثر في إعادة تشكيل النموذج التقليدي للمصارف، بما في ذلك العولمة والتكنولوجيا والتفضيلات المتغيرة للعملاء، كما لفت إلى أن التكنولوجيا المالية تقود تغييرات سريعة في احتياجات وتوقعات اللاعبين الرئيسيين في السوق، مؤكدا في هذا الإطار أنه في هذه البيئة المتغيرة يعد الابتكار والتكنولوجيا من عوامل النجاح الرئيسية للبنوك للمضي قدما. أحمد الفضلي من بورصة قطر، إذا ما تحدثنا عن أهمية المزاوجة بين التكنولوجيا الحديثة والقطاع المالي بشكل عام وخدماته المقدمة سواء لأفراد أو لمؤسسات مالية، كيف ترى مستقبل هذا التزاوج؟ نعم، في البداية صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين ومتابعي جلسة الأعمال. طبعا اليوم نتحدث عن تكنولوجيا مالية، عن فينتاك، عن توجه جديد ومجال جديد يتم إدراجه في القطاع المالي. اليوم نشهد ثورة تكنولوجية كبيرة، نتحدث عن 5G، نتحدث عن تقنيات محادثة. اليوم نرى المصارف والبنوك والقطاعات المالية إجمالا على مستوى العالم تتجه إلى هذه التكنولوجيا الجديدة في ظل ما تم تسجيله خلال السنوات الماضية من ثورات أو ما تسمى بثورات تقنية في القطاع المالي، ومنها العملات الرقمية والتحديات التي طرحتها. اليوم نرى جميع الدول تقوم بتمهيد طريق نحو إيجاد حلول تواجه تلك التحديات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية. طبعا دولة قطر من ضمن استراتيجيتها المالية للقطاع المالي وتحديدا الاستراتيجية الثانية التي تم الإعلان عنها منذ 2017 وتمتد حتى نهاية العام 2022 للقطاع المالي إجمالا والمصرفي، وضعت من ضمن الأولويات التكنولوجيا المالية في مقدمة الأولويات ضمن العمل المالي والمصرفي في الدولة. ونراها اليوم العديد من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة في الدولة تقوم بتطوير تكنولوجيات المستخدمة في تقديم الخدمات لجمهور العملاء وجمهور المستثمرين، وهو بما يضع القطاع المالي قدما نحو تطوير الخدمات ومسارعة ومناسقة التقدم التكنولوجي في القطاع المالي. الأكيد أن له ستكون له يعني عوائد ويعني منافع جمة للمتعاملين من مختلف الأطراف، سواء كانوا المؤسسات أو بالنسبة للعملاء إجمالا خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الاستراتيجية التي مثل ما تحدثنا يعني تعد رائدة ومتميزة والتي حدد معاليمها مصرف قطر المركزي وفتح المجال للبنوك وكافة الشركات المالية والنقدية العاملة في الدولة من أجل تقديم تصوراتهم وتقديم يعني مبادرات تكون رائدة على مستوى منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط إجمالا وشمال إفريقيا وحتى على مستوى العالم إجمالا. نعم أحمد الفضلي، يبقى معنا طبعا، سنعود لك في وقت لاحق ضمن هذه الحلقة. مشاهدينا، إلى مؤشر بورصة قطر الذي واصل خلال الجلسة الماضية طبعا أداء إيجابي، شهدنا هذا الأداء منذ مطلع الأسبوع. بدايات الأسبوع كانت على مكاسب ووصلنا بالأمس إلى مكاسب بلغت ربع النقطة المئوية مع نهاية الجلسة الماضية، ليغلق المؤشر عند مستويات 10430 نقطة. شهدنا إغلاق سابق فوق 10400 نقطة طبعا في الجلسة التي سبقتها، رأينا تسجيل لرسملة السوق مكاسب بنحو 600 مليون ريال لتبلغ مستويات 576 مليار ريال مع الإغلاق. تابعنا بالأمس ارتفاع لثلاث مؤشرات قطاعية، كان أبرزها القطاع النقل الذي سجل مكاسب حوالي 2% أقل قليلا. هذه الجلسة الثانية على التوالي للقطاع كمتصدر للمكاسب. مؤشرات أربع قطاعات في المقابل سجلت تراجعات، كان أكثرها تراجعا القطاع العقاري الذي سجل قرابة 1%. في جلسة الأمس سجلنا مكاسب على صعيد 19 شركة وانخفاضات لإغلاقات 18 شركة، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة. وكما
تابعنا في الأمس كانت الصدارة لسهم الخليجي على صعيد القائمة الخضراء الذي سجل مكاسب ب 24 نقطة، تلاه سهم الملاحة بقرابة 3% ومصرف الريان بنسبة 2.4%، هذا المصرف الذي كان من بين المتصدرين على صعيد الكميات المتداولة بالأمس. نشاط كبير كان على الريان. سهم البنك الأهلي بدوره تصدر قائمة الأسهم المتراجعة بقرابة 8%، ثم مسعيد الذي سجل إغلاق جديد في المنطقة الحمراء ب 2.5%. كان كيو أم بي معنا في قائمة الأسهم الأكثر استحواذا على سيولة التداولات ب 96 مليون ريال، هذا يشكل كان أكثر من ثلث قيم التداولات المسجلة خلال الجلسة الماضية. وكان معنا أيضا مصرف الريان بتداولات بلغت نحو 38 مليون و600 ألف ريال، ثم سهم الدولي الإسلامي بنحو 37 مليون. حقيقة كان تواجد قوي للقطاع المصرفي في الهيكل في قائمة الأكثر تداولا. سهم المصرف أيضا كان من بين الأكثر تداولا 12 مليون و400 ألف ريال، وتشكل تداولات الشركات الأربعة حوالي 66% من السيولة خلال جلسة. نتحدث عن ثلثي السيولة، ثلثها فقط لكيو أم بي وثلاث شركات أخرى الثلث الآخر. إذا ما تابعنا حركة التداولات بالأمس، كان لدينا تسجيل أعلى صافي شراء على صعيد المؤسسات الأجنبية خلال تداولات أكتوبر الجاري بقيمة 51 مليون ريال خلال الجلسة، بينما سجل الأفراد القطريون أعلى صافي بيع وبلغت قيمته 69 مليون ريال تقريبا. قبل أن نتحدث عن الإغلاقات وعن افتتاحية اليوم، كان معنا إفصاح لشركتين، الخليج التجاري الذي تابعناه متصدرا المكاسب في الجلسة الماضية أعلن عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وحقق صافي أرباح ب 497 مليون و300 ألف ريال قطري مقابل صافي أرباح ب 469 مليون و400 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2018. العائد على السهم أيضا بلغ 14 درهما خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر مقابل عائد على السهم سجل 13 درهما لنفس الفترة من العام الذي سبقه. نتحدث أيضا عن إعلانات شركة الخليج للمخازن عن النتائج المالية لفترة الأربع الثلاثة الأولى من العام، وحققت صافي ربح بلغ 182 مليون ريال مقابل 166 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. بلغ العائد على السهم 31 درهما مقابل 28 درهم خلال نفس الفترة من عام 2018. نبدأ مع الخليجي الذي تابعنا عليه إعلانات مالية، وكان معنا أيضا الخليج المخازن. حتى الآن أربع شركات أعلنت عن نتائجها المالية من ثلاث قطاعات مختلفة، وفيما يبدو أن النمو هو الواضح. الخليج المخازن، كيف قرأت نتائجها يوم أمس؟ الخليج للمخازن النتائج ممتازة جدا، نمو حوالي 10%، عائد السهم فاق 30 درهم يعني مقارنة مع 3 ريال ما قبل التجزئة حتى الآن بالربع الثالث، مستويات قوية. الخليج للمخازن بكل الأحوال إذا بنرجع لآخر 4 أو 5 سنوات بنشوف معدلات نمو مستدامة بقيمة 10% تقريبا، وبالتالي الشركة عم تستطيع كل سنة أن تحقق نمو ما بين 8 إلى 10%. هيدا عم بيكون داعم أساسي لسعر السهم اللي شفناه عم بيتعدى مستويات 5 ريال بالفترات السابقة، ومن المتوقع إن شاء الله مع هذه النتائج الجيدة أنه نشوف تحرك إيجابي أيضا للسهم خلال الفترات، خاصة أنه السهم أولا عدد أسهمه قليلة، اثنين هو سهم استثماري بامتياز. حتى إذا بنرجع لتوزيع السهم بنشوفه كان بالسنوات الأخيرة كل سنة عم بيطلع بالتوزيع من 5 إلى 10 درهم سابقا، وبالتالي عم بتكون مستويات التوزيع على الفترة الطويلة عم بتكون جاذبة للمستثمرين الطويلين. نتائج قوية جدا تعكس قوة الاقتصاد القطري، أعتقد أنه التحرك الأخير وتشجيع الصناعات الداخلية والعمل اللوجستي الداخلي والمصانع الجديدة والمنتج المحلي وغيره كان له دور كبير بعملية النمو اللي عم بتقوم فيها الشركة خلال هذه الفترة. وكان هناك مزيد من الخطوات مؤخرا سنرى تأثيرها خاصة مع الربع الأخير من العام. مشاهدينا، إلى أحمد فضلي في بورصة قطر وتعليقك على النتائج المالية لبنك الخليج التجاري.
نعم، يواصل القطاع المصرفي حقيقة تقديم أداء متميز، وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية أعلن مجموعة كيو إم بي الرائدة في تحقيق مستويات نمو جيدة. اليوم أو بالأمس بالأحرى قدم البنك الخليجي أو كشف عن نتائجه المالية للتسعة أشهر من العام الجاري، وقد كشف عن نمو بنسبة تقدر بنحو 6%، يعني نمو طيب بالنسبة للخليجي الذي حقق ارتفاع على مستوى الإيرادات التشغيلية وتوسع في مستوى التسهيلات والتمويلات الائتمانية. كذلك نرى البنك الخليجي خلال الفترة الماضية يعني يقوم بعدد من التوسعات على مستوى الأنشطة سواء داخل دولة قطر أو خارجها، مما انعكس إيجابا على مستويات الأداء خلال الربع الأخير من العام الجاري، الربع الأخير نتحدث عن الربع الثالث من العام الجاري، مما رفع من حجم الأرباح المجمعة خلال 9 أشهر. نتوقع خلال الفترة المقبلة أن تواصل بقية البنوك والقطاعات المدرجة أو الشركات المدرجة ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية تحقيق مستويات نمو جيدة، خاصة وأن مثل ما تحدثنا يعني مجموعة كيو إم بي والبنك الخليجي كان حققا مستويات نمو جيدة، بما يعكس يعني طفرة في الأداء خلال الربع الثالث من العام الجاري. نعم مشاهدينا، طبعا اليوم سيكون معنا بنك آخر ضمن النتائج المالية، هو سهم المصرف، سهم من الأسهم القيادية في هذا القطاع، سنتابع نتائجه بالإضافة إلى سهم آخر قيادي في قطاع البضائع والخدمات، هو سهم وقود الذي مدرج اليوم أيضا للإعلان عن نتائجه المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام أو الأربعة الثلاثة الأولى من العام. نتابع معكم بعد أن بدأنا التداولات الآن لحوالي 6 أو 7 دقائق، نتابع افتتاحية مؤشر بورصة قطر لجلسة الأربعاء. هذا المؤشر الذي حتى اليوم سجل إغلاقات لكافة جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء، يفتتح جلسة اليوم على ثبات الحقيقة، رغم أنه في المنطقة الحمراء عند 10429 نقطة. طبعا كما نتابع وهو يستقر مجددا بفارق أقل من نقطتين في المنطقة الخضراء فوق مستويات 10430 نقطة. معنا على عداد قيم التداولات اليوم 12 مليون ريال كقيم تداولات لهذه الجلسة، والبداية فيما يبدو لا تزال هادئة. الأكثر ارتفاعا من بين الشركات المتداولة معنا لهذا اليوم شركة الخليج للمخازن تتصدر المكاسب، ومع النتائج المالية التي تم الإعلان عنها طبعا وسجلت فيها ارتفاعات جيدة على الصعيد السنوي، نتحدث عن قرابة 10% سجلها هذا السهم على صعيد أرباحه مع نهاية الربع الثالث. يسجل مكاسب في مستهل هذه الجلسة بأكثر من 2% اليوم 5.07 ريالات، ومعنا نشاط جيد على السهم بالمقارنة مع قيم التداولات المسجلة حتى الآن تقل قليلا عن 900 ألف ريال. الخليج الدولية للخدمات ضمن أبرز المرتفعين اليوم 21 النقطة المئوية مكاسب هذه الجلسة بافتتاحية عند مستويات 1.70 ريال. ومعنا أيضا سهم الرعاية الذي يسجل ارتفاعات بدورها تبلغ أكثر من 1% في هذا الصباح، ومعنا مكاسب على كيو اي بي بالمناسبة كان من الأسهم النشطة كثيرا بالأمس رغم أنه أغلق في الجلسة الحمراء، اليوم يفتتح في المنطقة الخضراء استباقا لنتائجه المالية، ومعنا حوالي 1% مكاسب و أكثر قليلا من 1 مليون ريال فيما يبدو أو قيم تداولات لهذه الجلسة. الأكثر تراجعا معنا في جلسة هذا اليوم، ومن بين 9 شركات تسجل تراجعات مقابل 17 شركة. سعيد أنهى الجلسة في الجلسة الماضية في المنطقة الحمراء، وها نحن نفتتح في المنطقة الحمراء أيضا 1.14 النقطة المئوية على السهم الذي أيضا يشهد نشاط لا بأس به حتى اللحظة. لدينا كيو اي سي أو قطر للتأمين تسجل تراجعات أيضا 1.3 النقطة المئوية حتى الآن. كيو ام بي ضمن أبرز المتراجعين، كان هناك حركة تذبذب واضحة على سهم كيو ام بي في الجلسة الماضية، رأينا تراجعات على فترات للسهم ثم عاد وعزز مكاسب قوية مع نهاية الجلسة دعم بشكل رئيسي القطاع، اليوم يفتتح في المنطقة الحمراء ب 18 النقطة تقريبا. ومعنا سهم السلام العالمية ضمن أبرز المتراجعين لهذا اليوم ب 3.4 النقطة المئوية حتى اللحظة، ومستويات 40 درهم هي مستويات افتتاح هذه الجلسة. الأكثر نشاطا والسيولة أين تتركز لهذا الصباح؟ معنا مصرف الريان يتصدر اليوم بشكل كبير، تابعنا نشاط تقريبا منذ بداية الأسبوع على هذا المصرف، واليوم المصرف الذي يسجل افتتاحية في المنطقة الخضراء
بتقريبا ربع النقطة المئوية مكاسب، يسجل 3 ملايين وأكثر قليلا أو 3.5 مليون ريال قيم تداولات لهذه الجلسة. سهم الدولي يواصل زخم إيجابي أيضا لهذه الجلسة، معنا مكاسب في المنطقة الخضراء 0.3 أعشار النقطة المئوية، ومعنا اختراق لمستويات 9.65 ريالات للبنك الذي يتداول على قرابة 3 ملايين ريال. تقرير حديث جدا صدر قبل قليل لمؤسسة فيتش، ثبتت فيه التصنيف الائتماني للبنك عند مستويات A، وسنرى طبعا كيف يتفاعل هذا السهم، وبدأنا نرى التفاعل بطبيعة الحال على هذا السهم والمكاسب المسجلة عليه. ومعنا سهم قطر للتأمين ضمن أبرز الناشطين أيضا، طبعا نتابع على قطر للتأمين نشاط منذ مستهل الجلسة، هذا السهم الذي يفتتح بقرابة 2 مليوني ريال قيم تداولات. ومعنا ناقلات اليوم، تابعنا أيضا حركة متغيرة على سهم ناقلات، أغلقنا في الجلسة في المنطقة الحمراء بالأمس وكان هناك بعض الضغوط على السهم الذي يسجل افتتاحية فيما يبدو على ثبات اليوم، رغم النشاط الذي يسجله السهم بأكثر من 1 مليون ريال كما يبدو معنا، 1,300,000 ريال حتى هذه اللحظة. هذه كانت افتتاحيتنا مع المؤشر. أحمد بشكل سريع، مستويات 10,400 نقطة، لدينا زخم جيد نوعا ما على صعيد قيم وأحجام التداولات، لدينا أخبار إيجابية، القطاع البنكي بثقله يقدم الدعم كما نتابع، إلى أين نسير؟ يعني إن شاء الله بعد اختراق مستويات 10,400 الآن بالفترة الأخيرة، في حال المحافظة عليها ممكن نشوف مستويات 10,600 تقريبا، ثم مستويات 10,800 إن شاء الله. في حال المحافظة على مستويات 10,350 ل 10,400 كنقطة دعم مهمة مع تدفق مزيد من السيولة. بكل الأحوال من المتوقع يعني النتائج خلال هذا الأسبوع، شفنا نتائج طيبة حتى الآن وإيجابية، ونمو بكل الشركات التي أعلنت حتى الآن عم بفوق 4-5%، ومن المتوقع أيضا لشركات اللي هي إعلانها اليوم مثل المصرف مثل الوقود وأيضا شركة إزدان بخلال هذا الأسبوع. نعم. من المتوقع أيضا مزيد من الأخبار الإيجابية إذا بنشوف أرباح النصف الأول من العام وبنقارنها مع أرباح النصف الأول من العام الفائت، بنشوف أنه كل هذه الشركات حققت نمو خلال النصف الأول بفوق 6-7%، وبالتالي من المتوقع استمرار عمليات النمو مما يعطي زخم إيجابي. ما ننسى أيضا أنه أصبحنا قريبين على مشارف مراجعة جديدة لمؤشر مورغان ستانلي طبعاً. وهناك تفاؤل لإدخال بعض الشركات أو لرفع أوزان بعض الشركات، واضح من حركة اللاعب الأجنبي اللي عم بيكون نشيط خلال هذه الفترة للاستفادة من أي عمليات إدخال أو رفع أوزان خلال الفترات القادمة. نعم مشاهدينا، نغادر محطة البورصة التي توقفنا فيها بعض الشيء، طبعاً متابعات كثيرة للمؤشر خاصة في ظل إعلانات النتائج المالية، لكن الحقيقة أن اليوم يصادف يوم 16 أكتوبر، هذا اليوم هو احتفالية العالم بيوم الأغذية العالمي، وتشارك دولة قطر اليوم مع أكثر من 150 بلدا حول العالم الاحتفال بهذا اليوم. طبعا هو يوافق أيضا يوم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة الفاو، ويتم تنظيم العديد من الفعاليات التي تعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي للقضاء على أحد أهم التحديات في العصر الحالي، تحدي آفة الجوع. نتابع التقرير ونعود لحضراتكم. تأتي مشاركة دولة قطر دول العالم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي تأكيدا منها على أهمية تضافر الجهود على مستوى الحكومات والدول للقضاء على الجوع، إذ يعتبر القضاء على الجوع مسؤولية أخلاقية وإنسانية في المقام الأول. وحسب تقرير وكالات الأمم المتحدة، يوجد أكثر من 820 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع، وتسعة ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، في حين أن 49 مليون شخص مصابون بالهزال بسبب النظم الغذائية غير الصحية. وعلى الصعيد المحلي، تتولى وزارة البلدية والبيئة مسؤولية هامة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية لزيادة الإنتاج والارتقاء بمستوى الاكتفاء الذاتي، حيث اعتمدت خططا واستراتيجيات ترتكز على زيادة إنتاج السلع الزراعية في الدولة مثل الخضروات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك،
واستطاع القطاع الزراعي من خلالها تحقيق قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. وتسعى وزارة البلدية والبيئة من خلال مشاركة دول العالم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي عبر تنظيمها عدداً من الفعاليات والأنشطة التوعوية إلى إيصال رسالة بضرورة الوعي بمشكلة الجوع وأشكال سوء التغذية وأهمية ضمان الأمن الغذائي والتغذية الصحية. يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تحتفل بيوم الأغذية العالمي لهذا العام تحت شعار نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع، بهدف تسليط الضوء على جميع أولئك الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية. فالقضاء على الجوع لا يعني فقط إطعام الجياع، بل يعني أيضا تغذية البشر من خلال نظم غذائية صحية. يعني أحمد، الحمد لله رب العالمين، نحن في بلد خير ونعمة، والحديث عن موضوع الجوع هو موضوع بعيد عن من يعيش في قطر، لكن بالتأكيد لدينا منظومة الأمن الغذائي بشكل كبير، هي منظومة مهمة ولها دعم كبير من الدولة. والحديث عن هذه المنظومة كالجيل الحالي أو حتى للأجيال المقبلة هو حديث بدأ يتزايد بشكل كبير مؤخرا. منظومة الأمن الغذائي كيف تخدم الأجيال الحالية والقادمة؟ وهل ترى بأن فاتورة الجوع هي أغلى تكلفة من فاتورة الأمن الغذائي التي هي بالمناسبة مكلفة، خاصة في دولة مثل دولة قطر تحتاج الكثير من الإمكانيات لدعم هذه المنظومة؟ لا شك أنه موضوع، خلينا نقول، الأمن الغذائي ليس فقط موضوع، خلينا نقول، أكيد هو موضوع اجتماعي ومهم جدا، ولكن أيضا هو موضوع اليوم شاغل لجميع دول العالم. موضوع الأمن الغذائي الهدف منه هو تأمين، خلينا نقول، مصادر للغذاء بشكل عام لمواجهة أي تحديات ممكن تواجهها الدولة أو المنطقة بشكل عام. هذه التحديات ببعض الأحيان قد تكون سياسية، قد تكون كوارث طبيعية، قد تكون أي ضغوطات أو أي مشاكل. اليوم موضوع الأمن الغذائي يعني تأمين الغذاء لفترات معينة في حال عدم قدرة الدولة على استيراد أي مواد جديدة. بنشوف هذا الموضوع ليس فقط بقطر، يعني اليوم هذا الموضوع بكل دول العالم عند موضوع الأمن الغذائي على مستوى الأغذية وموضوع الأمن المائي، أيضا موضوع مهم جدا عم بكونوا هن التحدي، لأنه هودي المواد الأساسية التي لا يمكن للإنسان أن يحيا بدونها. من المهم جدا لأي سلطة قائمة أو دولة أن تؤمن على الأقل لعدة أيام. دائما الفكرة كيف تصير في حال وجود أي ضغوطات على مستوى الغذاء أو الماء، تقوم الدولة بتأمين مصادر لهذا الغذاء أو للمياه الموجودة لعدة أيام. بخلال هذه الفترة يكون هناك حلول بديلة قامت الدولة بالاتجاه لها. نعم. وشفنا هذا الموضوع وتأثيره من سنتين أو ثلاثة. دولة قطر كانت قادرة على فتح منافذ بالأمن الغذائي مع دول كثيرة، شفناها بفترة الحصار كيف شفنا ضغوطات على هذا الموضوع. نعم. استطاعت دولة قطر بحنكة اقتصادية وحنكة سياسية وحنكة اجتماعية أن تتخلص من هذا الموضوع، وبدأت عملية البناء الجدي منذ ما قبل الحصار، خلينا نقول منذ عدة سنوات، ولكن كانت في أوج أعمالها يمكن بفترة الحصار عن طريق تشجيع مصادر الإنتاج الداخلي على مستوى المزارع. بدأنا نشوف الإنتاج القطري المحلي يغزو الأسواق بشكل عام، خاصة على مستوى الخضار، على مستوى الكثير من المنتجات، على مستوى اللحوم، على مستوى الألبان الأجبان، وأيضا عن طريق الشراكات الكبرى مع شركات عالمية. شفنا بإسبانيا وبالسودان وبغيرها الكثير من الشركات الكبرى على مستوى مزارع موجودة بالعالم. نعم. أحمد الفضلي، بشكل سريع، موضوع الجوع له تكلفة عالية إذا ما تحدثنا على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الاجتماعي وبطبيعة الحال على الصعيد الصحي أيضا الذي سترتفع فاتورة هذا الصعيد بشكل كبير. برأيك أن تكلفة أو فاتورة الجوع المسجلة عالميا كم تبلغ، ولماذا التأثير أو هذا التضافر الكبير لدول العالم لمكافحة هذه الآفة؟
نعم طبعا الأكيد أن فاتورة تكلفة الجوع وتأمين الغذاء للعديد من أو ملايين البشر الذين يعانون من الجوع والذين يقدر عددهم بأكثر من 800 مليون شخص تقريبا تجاوز المليارات وعشرات المليارات يعني. وهنا لابد من التعريج والتنويه إلى مساهمة دولة قطر في المجهود الدولي لمواجهة هذه الآفة من خلال تقديم العديد من المساعدات، حيث تشير النسبة التقديرية الأولية إلى أن نحو ما لا يقل عن من 10 إلى 15 مليار دولار قامت بدفعها دولة قطر خلال السنوات الماضية لضمن برامج منظمة الغذاء العالمية من أجل تأمين الغذاء لملايين البشر حول الأرض ومساعدتهم خلال العديد من الكوارث والأزمات التي تعرضوا لها. طبعا مثل ما تحدثنا فاتورة ضخمة ومكلفة جدا للاقتصاد العالمي وللأمم وللمنظمات الدولية التي دقت نقوز الخطر في نهاية العام الماضي وأعلنت على أن المستويات المرتفعة والتكلفة المرتفعة للجوع عادت إلى نحو 10 عقود إلى مستويات ما قبل 10 عقود لترتفع من جديد. نعم أحمد الفضلي شكرا على هذه الإيضاحات وسنعود لك مشاهدينا. الخطوط الجوية القطرية أعلنت تعزيز اتفاقية الرمز المشترك مع لاتام البرازيلية بأثر مباشر، حيث ستتيح اتفاقية التعاون الجديدة الفرصة أمام مسافري الناقلة القطرية لزيارة وجهات جديدة في البرازيل وأمريكا الجنوبية بما في ذلك مدن مثل ريو دي جانيرو وكورتبيبا وليما وبوغوتا وغيرها الكثير. وقد استضافت الخطوط الجوية القطرية اجتماع لمجلس الإدارة وكبار المسؤولين لمجموعة خطوط لاتام الجوية في الدوحة، حيث قال سعادة السيد أكبر البكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز أعمال الخطوط القطرية كما تعود بالنفع على ملايين المسافرين وكذلك على قطاع الشحن الجوي. توسع جديد إذن للقطرية، واتفاقية الرمز المشترك تقدم خدمة للطرفين، هنا وجهات جديدة ومناطق جديدة من المفترض أن تصلها القطرية أو تعزز وجهتها فيها. كيف ترى هذا التوجه؟ يعني التوجه بشكل عام ما زال ضمن سياسة الشركة القطرية اللي عم نشوفها حقيقة. يعني خلال الفترة الأخيرة كانت أحد الشركات التي استطاعت أن يعني تفتح شركات، خلينا نقول شركات جديدة ووجهات جديدة من بعد فترة الحصار وإغلاق بعض الوجهات المهمة. شفنا كيف استطاعت هذه الشركة أن تتجه إلى وجهات جديدة متوقع لها نمو عالمي. اليوم التوجه بالعالم بشكل عام أصبح لتنويع جهات السياحة، وعم نشوف كيف عم يتجه العالم إلى وجهات سياحة جديدة بعيدا عن الوجهات التقليدية، وهيدا بدوره عم يفتح بشكل عام الطلب، مزيد من الطلب على وجهات جديدة يمكن ببداياتها تكون نوعا ما ضاغطة، ممكن نشوف بعض الضغوطات على مستوى خسائر، على مستوى ضغوطات لمعظم شركات الطيران اللي عم تتجه لهاي الوجهات، ولكن على المدى الطويل والرؤية الاستراتيجية هذه الوجهات ستكون مع المستقبل هي الأكثر طلبا من السائحين. نعم في آخر أخبارنا مشاهدينا لهذا اليوم، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 أكتوبر إلى 10 أكتوبر الجاري 2.5 مليار تقريبا. النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة قالت إن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وأبراج سكنية. الملاحظة مشاهدينا كان بأن كان هناك ارتفاع كبير على صعيد التداولات العقارية من أقل من 0.5 مليار ريال الأسبوع الذي سبقه إلى قرابة 2.5 مليار تقريبا، وذلك في وجود عدد من الصفقات الاستثنائية. أحمد بشكل سريع، كان لدينا صفقات استثنائية، كان لدينا عدد متنوع من العقارات التي تم التداول عليها خلال هذه الفترة، رأينا صفقات بقيم كبيرة، رأينا حركة مختلفة، هل ترى بأن القطاع العقاري يستعد بشكل كبير لمزيد من الزخم؟ وباختصار لو سمحت.
دون شك الفترة القادمة فترة مهمة للعقار. عندنا حدث مهم 2022 سيزيد من الطلب على الوحدات العقارية وبالتالي من الطلب على العقارات بشكل عام. بكل الأحوال خلينا نقول العقار مر بفترة تصحيحية مهمة، اليوم مستويات جيدة لبعض العقارات، يستطيع من يبحث عن فرص استثمارية أن يجدها، خاصة إذا كان البحث عن طريق تطوير بعض المشاريع الجديدة. أحمد عقل شكرا جزيلا على تواجدك معنا هذا الصباح، والشكر موصول لضيفنا في بورصة قطر السيد أحمد الفضلي الصحفي في جريدة الوسائل الاقتصادية، وشكرا جزيلا على متابعتكم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.